ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. انطلاقا من هذا الحديث الشريف وبعد الأحداث المتسارعة والمهمة حول العالم، كان لابد من التوقف عند بعض الأمور، وسيكون البحث في نقطتين. النقطة الأولى: أولا السياسة العالمية، وثانيا الوضع العالمي اليوم. في السياسة العالمية لا يخفى على أحد أن السياسة العالمية اليوم تابعة لسياسة الولايات المتحدة. هذا الأمر الذي تحاول الكثير من الحكومات إخفاءه يظهر جليا في التطبيق الخارجي. وسياسة أمريكا سياسة رأسمالية، ونحن لسنا في صدد تقييم النظام الرأسمالي، بل كلامنا حول السياسة الرأسمالية التي تتبعها الولايات المتحدة، حيث أن هناك فرق بين الرأسمالية كنظام وبين السياسة الرأسمالية الأمريكية، في فرق بينهما. فالنظام الرأسمالي نظام قائم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، وتنظر إلى البلاد بأنها أسواق تجارية، وهذا في نفسه نظام يناقش في صحته وفي مدى فعاليته، يعني له إيجابيات وله سلبيات. أما السياسة الرأسمالية الأمريكية فقد أصبحت سياسة إمبريالية تسلطية استبدادية تعمل على استعمار العالم بصورة غير مباشرة من خلال السياسة والاقتصاد. فوصف أمريكا بالإمبريالية هو أقرب إلى الصحة من وصفها بالرأسمالية، وإن كان البعض أمثال المسلمين يقول أن هناك ترابط بين الإمبريالية وبين الرأسمالية، يعني حيثما وجدت الرأسمالية توجد الإمبريالية، ولعله يعني يتكلم عن التطبيق الخارجي وليس عن النظريات. الولايات المتحدة الأمريكية بلد ديمقراطية تأسست على دماء ما لا يقل عن 18 مليون إنسان من السكان الأصليين، وبعد تأسيسها مباشرة غزت جارتها نيكاراغوا عام 1833، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم وهي تغزو البلاد وتدمر الشعوب وتفتح الأسواق لتسيطر سياسيا واقتصاديا وتعود إلى قواعدها للتحكم بالشعوب عن بعد. ويصح القول أن من ناحية الإرهاب أمريكا كانت أكثر ذكاءً من بريطانيا وفرنسا، وكمثال على ذلك قضية الحرب بين العراق والكويت، حين أرسلت أمريكا بندر بن سلطان بخرائط مزورة واستطاعت أن تدخل إلى الحرب بتغطية مالية سعودية، يعني السعودية دفعت الأموال لتدخل أمريكا، وأمريكا استفادت من هذه الحرب من الناحية الاقتصادية وبيع السلاح. هذا يدل على أن لديهم ذكاء أكثر من ناحية الإرهاب. حتى الانتداب الفرنسي أو البريطاني انقلب عليهم، أما أمريكا تدخل ثم تخرج وتسيطر على الشعوب من بعد، أو تعمل على خلق المشاكل بين الشعوب وتجلس جلوس المتفرج ثم تدخل بعض أضعاف الأطراف لتسيطر على الواقع. هذا بشكل مختصر حال السياسة العالمية اليوم، وكل ما يقع حولنا من أحداث لا بد من إرجاعها إلى ما ذكرنا. إذا اتفقنا على هذه السياسة الموجودة عند الولايات المتحدة، لا بد أن نرجع كل ما يحدث إلى هذه الأمور. الوضع العالمي اليوم: في أواخر عام 2010 اندلعت الثورات الاحتجاجية في العالم العربي، وأطلق عليها البعض عنوان الربيع العربي في الأخبار،
ونحن لا نريد أن نناقش في أسباب انطلاق هذه الثورات، يعني شعوب كانت مقموعة، حكام ظالمين وغيرهم، نحن لا نناقش في ذلك، بل النقاش هنا هو في السياسة الأمريكية اتجاه الثورات. أيها السلام، ويمكن تلخيص السياسة الأمريكية في المنطقة بنقطتين. النقطة الأولى، أولاً، الهدف من وراء السياسة الأمريكية هي السيطرة الاقتصادية. السيطرة الاقتصادية، لأن نحن قلنا أنها نظام شو رأسمالي، نظام إمبريالي يعمل على السيطرة وفتح أسواق جديدة في البلاد. فالهدف الاقتصادي، عندما يريد المستعمر أن يسيطر على البلاد ينظر إلى أمرين: المصلحة وكيفية الوصول إليها. مصلحة الولايات المتحدة هي السيطرة على الثروات المادية من بترول وغاز، ولكي تصل إلى هدفها لا بد من إزالة كل مصادر القوة التي تقف بوجهها. ويمكن القول أن هذه الحرب هي حرب باردة تتكون من معسكرين: المعسكر الأول هو أمريكا والغرب، والمعسكر الثاني هو روسيا الصين، إيران سوريا وحزب الله. شجع أمريكا على الثورات حتى ينشغل كل بلد لمشاكله، ثم انطلقت لإنهاء حركة القوة في المنطقة. وعليكم السلام. ثم انطلقت لإنهاء حركات القوة في المنطقة، وجاء الدور إلى سوريا التي تمثل بالنسبة للغرب الباب الجديد لإيصال الغاز، وقد أرسل وفداً سرياً إلى الأسد حتى يسمح بمرور أنابيب الغاز من قطر إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. فما كان من الأخير إلا أن ذهب سراً واجتمع بالرئيس الروسي مخبراً إياه بالخطة، حيث قام بوعده بوتين بالوقوف إلى جنبه ومواجهة الحرب معه. ثم بدأت الثورة في أوكرانيا، وتعود أهمية أوكرانيا بالنسبة إلى أمريكا والغرب في محاولة ضمها إلى حلف شمال الأطلسي، ثم أن معظم الغاز الروسي ينقل إلى أوروبا من خلال أوكرانيا. فقامت أمريكا والغرب بضرب روسيا في خاصرتها أوكرانيا التي لها أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة بالنسبة إلى روسيا. أنا أذكر هذه الأمور حتى يتبين أن الهدف من وراء هذه الحروب وهذه الثورات، الهدف الرئيسي هو هدف اقتصادي من قبل الطرفين، يعني مش يعني روسيا مثل ما بيقولوا بالعراق خوش أوادم، لا، نفس الشيء. كما تسعى أمريكا إلى السيطرة الاقتصادية، أيضا هم يحاولون أن يستفيدوا من الاقتصاد لمصلحتهم. فهي مسألة قوة. طبعا هناك أمور جانبية سنذكرها لاحقا، لكن هذا هو الأساس. الأساس هو الاقتصاد، الأساس هو حرب الغاز، هذا هو الأساس في الحرب. نحن نتيجة مثلا وجود الشيعة في بعض الأماكن يستفيدون من هذه الحروب لمصلحتهم، ولكن لا يعني ذلك أنهم يتوجهون، يعني تصبح واجهة جهادهم فقط بوجه التكفيريين. منتهى الموضوع، هؤلاء التكفيريين هم أذناب والأذيال يعني للمستعمر والاستكبار الكبير. أقول ذلك لأني سمعت كثيرا من الناس أصبحت تتكلم بلهجة أنه الإسرائيلي أفضل من هؤلاء التكفيريين. عجيب، يعني ما الفرق بينهم؟ من الذي يحرض هؤلاء؟ من الذي يدعم هؤلاء؟ فمن الخطأ أن تصبح يصبح الشعب حتى من ناحية الشعور القلبي يعني يشعر بأفضلية الصهيوني على هؤلاء. هم كلهم الكفر ملة واحدة، كلهم اتجاه واحد.
طبعا هم يسعون إقامة دولة إسلامية هنا، إمارة إسلامية هنا، يعني يعتقدون أن هذه الحرب حرب دينية وغيرها، لكن هذا لا أساس له. الحرب بأساسها حرب اقتصادية. إن أمريكا والغرب يحاولون فرض قواعد الشراكة الدولية التي يريدون لها أن تكون تحت سيطرتها، وهذا ما نظر له البعض أمثال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بشأن مرحلة ما بعد الهيمنة الأحادية. يعني الآن في طرف مسيطر هو ينظر، بعد انتهاء هذه المشاكل نحن يجب أن تكون هناك شراكة دولية بين أمريكا بين الروس، ولكن تحت هيمنة أمريكا والغرب. هذا ما يريدون فعله، ولذلك جاءوا إلى أوكرانيا ليفرضوا الهيمنة على هذا المعسكر، معسكر روسيا. ومن الجانب الآخر فإن أمريكا ما زالت تحاول أن تعالج نفسها من وراء مستنقع أفغانستان والعراق، وروسيا وإيران يعملون على إرغام أمريكا من خلال هذا المستنقع لفتح باب التفاوض والشراكة الدولية بعيدا عن الهيمنة الاقتصادية أو السياسة لطرف ضد آخر. يقولون تعالوا ليكون هناك شراكة دولية مبنية على مجلس الأمن وغيره، ولكن لا يكون هناك هيمنة من قبل طرف على الآخر. طبعا نحن لا نؤيد طرف على الآخر، نحن نطرح فقط الصورة الإجمالية، والنتيجة البعض على المستمع وليس علي أنا أن أعطي النتيجة. هذا الهدف الأول من وراء السياسة الأمريكية في المنطقة، وهو الهدف الرئيسي، الهدف الاقتصادي. ثانيا الهدف الثاني من وراء السياسة الأمريكية هي حماية الكيان الصهيوني. أما الهدف الثاني للسياسات الأمريكية في المنطقة فهو حماية الكيان الصهيوني، وهذه الحماية ليست لأجل الكيان بل لأن فيها مصلحة لأمريكا. ما يعني أمريكا لا تعمل لمصلحة أي شخص، تعمل لمصلحتها الذاتية. الناس كانت تظن لفترة طويلة أن أمريكا تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني، هذا خطأ، والدليل على ذلك في حرب 2006 يعني الكيان الصهيوني كان ينادي ويبكي حتى تتوقف الحرب، وأمريكا تفرض عليه أن يستمر في الحرب. تعمل لمصلحتها، يعني تحتاج إلى قاعدة عسكرية وسياسية في المنطقة. عندما أراد الصهاينة نشر مفهوم القومية اليهودية في بداية الأمر، شجع الغرب وقتها على مفهوم القومية العربية. يعني شوف، برزت القومية العربية ثم برزت مسألة شو القومية اليهودية. ثم بعد ذلك برزت الحركات الدينية، بعد أن انتهت خمدت الحركات القومية طلعت شو الحركات الدينية الآن منتشرة في المنطقة. وقد يتفاجأ البعض أنه كيف تقوم أمريكا بتشجيع أو بدعم بعض هذه الحركات الدينية. قامت بتشجيعها، ألم تقم بدعم وبتأليف وبتنظيم القاعدة في أفغانستان؟ هي قامت بذلك. فما السبب في ذلك؟ هم أرادوا اليوم أن تكون الحركات الموجودة في الساحة حركات دينية. ليش؟ لأنه في مشروع صهيوني يتكلم عن تهويد القدس، عن مسألة تهويد القدس. يعني ظهرت قومية عربية، يا الله الصهاينة نحن عندنا قومية يهودية، لأنه العالم كله حولنا يطالب بماذا؟ بالقومية العربية. انتهت القومية العربية، ظهرت الحركات الدينية، يقولون هؤلاء العرب يطلبون ويريدون أن يقيموا إمارة إسلامية، هذا يريد مكان سني، هذا يريد مكان هكذا، فنحن نريد مكان يهودي تهويد القدس. وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك فما تبرير إصرار الكيان الصهيوني اليوم على فتح المفاوضات بمسألة القدس وإجبار الطرف الفلسطيني
الذي هو في سبات عميق أن يأتي إلى هذه المفاوضات ويمضي عليها. وأيضا ما السبب في تقسيم الكيان الصهيوني لأول مرة في تاريخ العرب داخل الكيان إلى مسلمين ومسيحيين؟ هذه لأول مرة جاءوا نظروا إلى العرب في داخل الكيان الصهيوني الذين يعيشون في منطقة 48 وغيرها، وقاموا بتقسيمهم هؤلاء المسلمين وهؤلاء المسيحيين. ليش؟ لأنه صار في مشروع ديني الآن في المنطقة لتهويد القدس، وحتى يقبل العرب في مسألة تهويد القدس. يقولون نحن خلاص أعطونا إمارة إسلامية في الشام، دولة العراق والشام، خذوا القدس بعد. هذا هو المشروع الذي تقوم به الكيان الصهيوني وتدعمه أمريكا لمصالحها. وهذا ليس مشروع جديد، ما يحدث يعني كان له تنظيم سابق. وقد يناقش البعض طبعا في الهدف الثاني حول حماية الكيان الصهيوني، ويحصل السياسة الأمريكية بالهدف الأول. يعني البعض يقول أنه لا، أصلا حتى أمريكا لا تعمل لمصلحة الكيان، بل تعمل فقط للهدف الاقتصادي، إلا أن الواقع الخارجي يخالف ذلك. فمن الواضح أن أمريكا تعمل على حماية الكيان، وربما يمكن لنا جمع الهدفين الاقتصادي وحماية الكيان الصهيوني تحت هدف واحد، وهو الهدف الاقتصادي والسياسي. ولهذا بحث آخر. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.